عايزين ناكل هم 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 عايزين ناكل هم هم هم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة جدا جدا كالعادة، يعني ان احنا وصفتنا كلها سهلة وبسيطة في مطبخ بوسيم هيم. النهاردة معانا شاورما اللحم. هنبدأ بسم الله ونقول مكوناتنا. معايا نص كيلو لحمة متقطعة شرايح رفيعة كده، وبشرت عليها حتة ليا. اللي هي ديت زي ما تحبي، ممكن تستغني عنها وممكن لا، يعني بس احنا الشاورما بالذات بتحب تكون فيها طعم اللي هي. وحطيت عليها رشة توابل ونقعتها من قبل يعني. تمام. معايا هنا بصل متقطع شرايح، بصلتين، طماطمتين متقطع شرايح، فلفل اخضر متقطع شرايح، ممكن يكون الوان وممكن يكون اخضر عادي، وتوم كم فص توم متقطع. تمام. معانا هنا علبة زبادي، وهنا معلقتين خل وثلاث معالق زيت. هنيجي هنا للبهارات. معانا سبع بهارات، حطينا جزء من السبع بهارات كاملة على بعض. حطيت معاهم جوزة الطيب، كاري، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، وبس. تمام. وحبهان، حبهان ناعم اهم حاجة. هنقلبهم في بعض كده حبة حلوين ازاي، ونبدأ نسمي بسم الله. معانا بولة، هنحط فيها الزبادي. الزبادي مش زبادي، الزبادي. نحط معاهم معلقتين الخل والزيت، ونحط التوابل. التوابل دي فيها كل حاجة. هنقلب كله في بعضه، ندوب التوابل في قلب الزبادي كده. على فكرة انا اخدت جزء وانا بقلب كده معاكم قبل ما انا اشرح، اخدت جزء من التوابل رشيتها على اللحمة على اساس ان اللحمة تشرب من التوابل، تبقى كني نقعتها فيها يعني. اهو هننزل عليها اللحمة. اللحمة دي محطوط للناس اللي ما حضرتش الفيديو من البداية، انا بشر عليها ليا. انا بحط ليا كده حتت في الفريزر وبطلعها وبفرد بالمبشرة وببشرها عليها. بتقلبيها كده في بعضها. هو يستحسن تسيبيها نص ساعة كده تشرب من التتبيلة بتاعتها، بس انا ما بسيبهاش. انا بقى هعمل معاكم الشاورما الصح على الطريقة ايه بتاعت المطاعم ان شاء الله. هسيبيها شوية قبل ما تحطيها على النار، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هي كده تمام جدا، بس انا برضو هركنها لان انا جه في دماغي ان انا اعمل لكم عيش التورتيلا معاها او عيش الصاج. كنت هنزله في فيديو تاني لوحده، بس حبيت ان هو يبقوا مع بعض عشان اللي يعمل شاورما يعمل عيش التورتيلا ده وياكل ويدعي المطبخ بوسي وهيمة. ودي نرجع نقول على مقادير عيش التورتيلا او خبز الصاج. معانا هنا كيلو دقيق، معانا كوبايه ميه، معانا كوبايه يعني تعتبر نص كوبايه زيت لان انا دي كوبايه صغننه، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه ملح، نص معلقه سكر. هننخل الدقيق، نسمي بسم الله كده. هننخله ونرجع لكم.
نخلنا دقيق خلاص، هنحط هنضيف البيكنج باودر والسكر والملح عليه، ما بيتحطلوش خميرة، وممكن كمان ما يتحطلوش بيكنج باودر، بس البيكنج باودر بيديله يعني ايه شوية هشاشة يعني. هنعجن بالمية، على حسب المية دي، على حسب المية باردة عادية يا جماعة مش سخنة، هنعجن بيها على حسب ما تاخد معاكي وتلم. هنضيف الزيت ونعجنها، وبتعجنيها كويس جدا جدا. طبعا انا هرجع اعجنها واوريها لكم بعد العجن. انا هنا عجنت العجينه، طلعتها على الرخامه، خدمتها كويس جدا. تفضلي تعمليها كده على الرخامه كده، دخليها في بعضيها لحد ما تحسي ان العجينه اتخدمت في ايديكي. وهنقطع العجينه بالشكل ده، واهم حاجه طبعا بعد ما هي ارتاحت، عشان اهم حاجه راحت العجينه، تمام. ورشينا الصينيه دقيق، وهنقطعها كلها بالشكل ده كور، وهنسيبها ترتاح علشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. قطعناها كلها بالمنظر ده كله. هنرش عليها دقيق كده ونغطيها ونسيبها ترتاح. حطينا الطاسة على النار، فيها معلقتين زيت هيسخنوا، وننزل بالشاورما اهي. الشاورما بعد ما تركنت، على ما عملنا التومية وعملنا عيش التورتيلا او عيش السوري او رقاق زي ما تسميه. هيسخن، هننزل باللحمة، بنسيب اللحمة تستوي بتاعها على نار هادية. وآخر مرحلة طبعا بتحطي البصل والطماطم والفلفل، بس قبل ما تستوي بخمس دقايق. والناس اللي ما بتحبش بصل ولا طماطم ولا الحاجات دي، بتستكفي باللحمة لما تكون مستوية، بتحطي لها صوص الطحينة في عيش التورتيلا وبتاكليه بألف هنا. أنا هنا هسيبها لما تستوي، وهروح اعمل عيش التورتيلا. هنغطيها ونسيبها ونروح نشوف نعمل ايه تاني. انا هنا اللحمة استوت، نزلت بالبصل والطماطم والفلفل والثوم. لحمة الشاورما بتبقى صغيرة، ما بتاخدش سوا يعني، ما اخدتش 10 دقايق على النار. انت عايزة تنشفيها تنشفيها قبل ما تحطيها، بتقلبيها بتقلبيها كويس وبتغطيها، تاخد بس غلوتين مع بعض. واللي مش عايز يحط التوابل البصل والطماطم والحاجات دي، بيحطها ساعة السندوتشات بس، للي ليه رغبة. احنا كلنا بنحب الخلطة دي فبنحطها معاها، تمام. وكل واحد حسب رغبته طبعا. اهي نقلبها كويس، كده الشاورما بتاعتي جهزت، بطفي عليها وانا بجهز العيش. كده احنا تمام، فاضل بس العيش ونعمل سندوتشات ويبقى تمام التمام. هنا بنرجع لعيش التورتيلا، بفرده كده الاول
افرد كل الكمية كده عشان لما تيجي تفردي يبقى سهل معاكي وسريع. هنخبز بقى هنفرد العيش، عيش التورتيلا بالشكل ده على حسب ما المساحة اللي التقطيع بتاعتك، حسب تقطيعتك، ما يبقاش كبير يبقى وسط، حسب الحجم الصينية اللي عندك وحسب تقطيعتك انت لإيدك. اهي بالمنظر ده، طبعا انت حاطه الجريل يسخن او الصينية بتاعتك او الطاسة بتاعتك، يعني ايا كان عندك هيتخبز فيه لان ما بياخدش وقت خالص في الخبز. طبعا لازم تكون رقيقة وتفرديها كويس جدا، ما يبقاش فيها اي جوانب تخينة خالص. بالشكل دوت انت لو مش متمكنة منها بالفرادة او الشوبك بتاعك تفرديها. بتحطيها على الجريل او على الصينية بتاعتك بالمنظر ده، بتكون النار واطية يا جماعة لان هي ما بتغيبش نهائي. ومعاكي محضرة عشان بتقلبيها في نفس التوقيت، بتكوني طبعا مجهزة معاكي فوطة عشان اللي تطلع تحطيها في الفوطة عشان ما تنشفش منك. هنا جهزت الجريل بتاعي، بنحط عليه الرغيف بتاعي على نار وسط يا جماعة اهو، وانتي واقفة بتقلبيه كده اهو، بصي بتشمع بسرعة يعني ما بياخدش وقت في السوا خالص. الجريل ده جريل من عند لولا أليكس، بنصحكم تشتروه. هو المفروض بيتعمل عليه كريبي بس انا عملت عليه العيش السوري، بيتعمل عليه كل حاجة، عايزة تسوي عليه فطير، عايزة تسوي عليه العيش، تسوي عليه كل انواع العيش، ما فيش اي مشكلة، ما بيلزقش فيه اي اكل. ده عيش التورتيلا، يتعمل عليه رقاق، يتعمل عليه العيش السوري، ممتاز، ما بياخدش، ما بيلزقش، ما بياخدش وقت في العمايل، وانصحكم تجيبوه. وهي ارخص من بره، ارخص من بره ب 100 جنيه، انا شايفاه في كارفور ب 270 جنيه بس معاه ال 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 الرول بتاعه اللي هو بتاع الكريب ده من غير الرول بتاعه، بس فرق 100 جنيه يعني انت عادي يعني، فانصحكم تجيبوه. احنا كده خلصنا الرقاق، العيش التورتيلا بتاعنا اهو كله، بس اهم حاجه اللي تطلعيه تحطيه في قلب فوطه عشان يفضل طري معاكي. بصي ما شاء الله كله طرى، هو لو طلع في الاول بيبقى ناشف شويه، لما بتحطيهم مع بعض بيبقوا عفوا بيبقى كله زي يعني زي الفل وطري زي الفل زي ما انت شايفه كده. تمام، خلصنا العيش التورتيلا بتاعنا، عملنا الشاورما اهي. طبعا الشاورما بتاعتنا مميزه، مش هتلاقيها عند اي حد بجد وبامانه. دي طريقه شاورما غير اي شاورما انت اكلتيها قبل كده. هنعمل معاكم الساندوتش الشاورما، هنحط صوص التوميه الاول. طبعا الكل بياكلها بالطحينه، احنا مش بنحب الطحين قد كده، فبنعمل الحاجة المتاحة بالنسبة لنا اللي احنا بنحبها، وكل واحد حسب ذوقه في الاكل. بنحط التومية، حطينا صوص التومية اللي المفروض الطبيعي يتحط سلطة الطحينة، وحطينا هنا المفروض السلطة دي بتتعمل بقدونس مع بصل مع مع ثماء. ايه ثماء؟ نوع من انواع بالنسبة للحمة، بتحتاج بقدونس مع بصل ناعم بنفس الطريقة اللي موجود بيها الدريسنج بتاعنا ده، وبيكون نوع من التوابل اسمه ثماء، بيترش عليها عشان بيدي مزازة.
وبعد كده مفروض ان احنا بنعمله الساندوتش. بالشكل ده، اي نوع صوص هما بيحبوه بيتحط عليها. وبعد كده ببدأ ألفه، لازم أشدد كده. أنا طبعا إيديا ولو انت عندك جريل بتحطيه على الجريل، مش عندك تفتك فيه لحد كده، احنا نفتك فيه لحد كده يسخن. بيتحط على الجريل يسخن، وبعد ما بيسخن مفروض ان هو بيتقطع كده بالشكل ده. هنخلص سندوتشات ونرجع لكم. وبكده نهاية وصفتنا النهاردة دي، العيش التورتيلا والشاورما وسلطة التومية. وأتمنى لكم عشاء سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء في وصفة أخرى. شكرا للمشاهدة، وأذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك لمشاهدة المزيد والجديد لدينا، وإلى اللقاء.